السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف داير لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. كيف ديما اللي ما شاء الله غنوجد معكم غديوه اللي بصراحه كتجي زوينه، يعني غديوه ديال ولاد الشعب، يعني شي حوايج اللي هما بساط وكيجيو لذاد وكيجيو بنان، واهم حاجه هي اننا نكون مجموعين على الطبله ونكونوا فرحانين، هذه هي اهم حاجه. واخا يكون غير شي حاجه اللي بسيطه ناكلوها، اهم حاجه هي ان نكونوا ضاحكين وفرحانين، وان شاء الله يا ربي الله يخلي كل واحد فرحان وضاحك ونشط في حياته ان شاء الله. المهم ما نطولش عليكم ونخليكم مع مكونات طريقه تحضير البايله. يلا هو معايا. انا بالنسبه للبايله اللي غادي نصاوب معاكم، عندي هنايا جوج سليف ديال الروز، عندي زليف اللي هما مصغار مكبار يعني بين وبين. سلقته في الماء مع شويه ديال المليحه، درت لي نص سلقه. عندي هنايا كالامار، انا قطعته دواور كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا كروفيت، هنا عندي معلقه ديال الربيع، عندي حامضه اللي انا عصرتها وخديت داك العصير ديالها، وهنايا عندي هذاك اللوستاني ديال الحامضه اللي انا قطعته بحال ما هكا صغيور، وعندي معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك، وعندي هنايا جوج فلفلات اللي انا قطعتهم صغار، جوج فلفلات صغار. الا عندكم فلفله كبيره غديروا وحده. بالنسبه هنا للتوابل، عندي هنا معلقه صغيره ديال التحميره، عندي معلقه صغيره ديال الملحه، عندي نص معلقه ديال الخرقوم، وعندي هنايا نص معلقه ديال السودانيه، وهنا عندي راس معلقه ديال البزار، وعندي هاد الورقه ديال سيدنا موسى. بالنسبه ليا هنايا عندي هذا الماء ديال الكروفيت، انا خديت القشور ديال الكروفيت ودرتهم درت عليهم الماء وخليتهم يطبخوا شويه. بالنسبه للماء ديال الكروفيت ما كيبغيش يطبخ بزاف، غتطبخوا شويه ماشي بزاف، باش ما يحقاش لي تبخشوا بزاف، كتعطيكم واحد المروره في البايله ديالكم، ما كيعطيكمش داك المذاق الزوين ديالها، يعني كتخليوه غير شويه يغلي صافي وكتطفيو عليه، يعني تقريبا واحد 3 دقائق بحال ما هكا حتى 4 ديال الدقائق صافي وكتطفيو عليه. دابا غادي ندوزو للطريقه باش نصاوبوا البايله ديالنا. هنايا غادي ناخذ الروز، غادي ندير ليه الفلفله، غادي نضيف ليه كاع هاد المكونات كلهم اللي عندي، نضيف الكروفيت، غادي نخليه من واحد شويه باش انا نقدر نزوق البايله ديالي من الفوق. غادي ناخذ كالامار حتى هو، غادي نخلو منه شويه باش غادي نقدروا نزوقوا من الفوق. غادي ناخذ الربيع، يعني كتخلطوا المكونات كلهم مع بعضياتهم. غادي ناخذ هذاك عصير ديال الحامضه حتى هو غادي نضيفو فوق منهم. غادي ندير معلقه صغيره ديال المطيشه، وغادي نضيف هذاك القشره ديال الحامضه ديال الداخل ديالها اللي انا قطعتهم صغيورين. هنايا بالنسبه غادي نضيف التوابل كلهم كما كتشوفوا، غادي نخلط هاد المكونات كلهم عاد باش غنبدا نضيف لهم في هاد الماء ديال الكروفيت. انا من بعد ما خلطت المكونات كلهم غنبدا نضيف ليهم في الماء ديال الكروفيت، غنبدا نضيف بحال هكا صافي. كتجيبوا اي مول بغيتوا ديروا فيه سميتو ديروا فيها الروز البايله، صافي كتديروا فيها وكتزوقوا باش ما بغيتوا، كتزوقوا بطريفه ديال الحامض، كديروا ديك القريعه الصغيره الخضراء، باي حاجه بغيتو نتوما كتزوقوا به. انا غادي نزوق ان شاء الله بديك القرعه الخضراء وفلفله حاره. المهم انا وريتكم الطريقه كيفاش، بصراحه هذه هي اسهل بايله، كتجي زوينه يعني دغيا كتوجد، كتجي زوينه بزاف وكتجي بنينه، يعني ما كتشدش لكم بزاف ديال الوقت. المهم دابا انا غادي نجيب المول اللي غادي نقاد فيه، وغادي نقاد فيه البايله ديالي. قلت لكم غادي نزوقها غير بشويه ديال القرعه خضراء، وغندير ليها شويه ديال الفلفله حاره، جوج مزيودات ديال الفلفله حاره صافي، وغادي ندخلها الفران حتى كتبان لكم البايله ديال البايله وجدات وكتنشف من هذاك الماء ديال الكروفيت صافي، ونقدمها معكم.
وهذا هو الغدو ديالنا كيف ما كتشوفوا كيجي زوين بصراحه والبيضه كتجي زوينه. قدمت معها شي الحوت صوص مع شي سلاده بمطيشه وبصيله وشي الفريد شي الزعلوك وكان هذا هو الغدا. ونقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك واللي مازال ما اشترك في القناه ديالي وراك على صابوني وراك على الجرس باش يولي يوصلوا كل جديد. وغادي نقول لكم ان شاء الله ولي فروسكم على فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم وخلوا لي تعليق ليكم زوين بحالكم. باي باي.